التضخم مفهومه ومصطلحاته. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم الاقتصاد. يعرف التضخم بأنه زيادة المستوى العام للأسعار السلع والخدمات في فترة زمنية محددة. فالتضخم هو حالة تغير صعودي في الأسعار تقترن بتوسع عرض النقد والائتمان في الاقتصاد نتيجة الارتفاع في معدل التضخم. وبطبيعته يؤدي التضخم إلى إنقاص قيمة النقد أو قوته الشرائية بمرور الزمن، وتؤدي توقعات التضخم دورا في صيرورة السعر السوقي والتجاري، إذ يميل المستهلكون إلى الإنفاق على الضروريات أو الأساسيات في الحاضر بدلا من المستقبل. والغرض من تسريع الإنفاق الحالي هو شراء السلع والخدمات بالأسعار الجارية بدلا من الانتظار إلى فترة لاحقة ترتفع فيها الأسعار، ويحدث ذلك تأثيرا إضافيا في القوة الشرائية للنقد المتوفر أي بالانخفاض. ومن أهم المصطلحات المرتبطة بالتضخم الانكماش deflation وانحسار التضخم disinflation والركود التضخمي stagflation. والانكماش هو عكس التضخم الذي يتميز بانخفاض المستوى العام للأسعار، وانحسار التضخم هو التراجع في معدل التضخم، فهو حالة تتسم بزيادة المستوى العام لأسعار السلع ولكن بمعدلات متناقصة بين فترة وأخرى. أما الركود التضخمي فهو فترة مطولة من بطء النمو الاقتصادي التي تقترن بارتفاع معدلات التضخم والزيادة المتواصلة في معدلات البطالة بدون تراجع.